السلام عليكم. احنا دابا متواجدين في الرتاحه في مدينه تطوان وجبت لكم واحد الخبر صار بالنسبه للناس اللي كيفكروا يتابعوا الدراسه ديالهم في المانيا او كيبحثوا على عقد عمل او تكوين مهني في المانيا. كنخبروكم باللي تم افتتاح اول معهد ومركز الارشادات والتوجيهات المتخصص في اللغه الالمانيه. السلام عليكم، مرحبا بكم في اول معهد متخصص في اللغه الالمانيه في مدينه تطوان. معكم جواد 36 سنه، مهندس في الاقتصاد الطاقي. فريق العمل ديالنا كيتكون من اساتذه درسوا في المانيا وحاليا كيشتغلوا عن بعد كمهندسين في كبرى الشركات الالمانيه. ونظرا الى ان مدينه تطوان كتفتقد لمعهد متخصص في اللغه الالمانيه، فكرنا اننا ننقلوا التجربه والخبره ديالنا للشباب الراغبين في مواصله الدراسه التكوين المهني او العمل في المانيا. اكاديمي جرماني، جيت هنايا باش نكمل الدراسه التكوين ديالي في المانيا ان شاء الله. وهاد السونتر هذا كيعاون على اللغه وكيوجهونا وكيعطيوك اي حاجه متخصصه في انك تكمل، الا كنتي خصك تكمل الدراسه التكوين ديالك في المانيا واي حاجه كتعلق بهذا الشيء هذا. بالنسبه للطلبه الراغبين في مواصله دراستهم في الجامعات الالمانيه او البحث عن عقد عمل او تكوين مهني، فالمعهد ديالنا كيوفر مكتب خاص للتوجيه والارشاد واللي كيقدم معلومات بالمجان، لان بحكم التجربه والخبره ديالنا اللي خديناها في الدراسه والعمل هناك يعني في المانيا، بغينا ننقلوا هذه الخبره للطلبه في هذه المدينه. طبعا هذا الى جانب تدريس اللغه الالمانيه اللي غيكون سواء حضوريا ولا عن بعد. سلام، انا ايه، سمعت بواحد السونتر كاين في مدينه تطوان لتعليم اللغه الالمانيه اللي هو إيجيرا، وجيت اليوم باش ندي معلومات اكثر باش بهدف الدراسه في المانيا. بحكم الخبره الاساتذه اللي هنا يعطوني معلومات جيده ومهمه، وان شاء الله غادي نبدا معاهم.